الندوات تختلف بالفعل وتتنوع هنا في منتدى العالم في نسختها الرابعة، ولكن ربما اليوم هناك ندوة خاصة تتعلق بالفن والثقافة وأيضا أهمية هذه الملفات، خصوصا بعد جائحة كورونا وكيفية التعامل معها بعد جائحة كورونا. ولكن نتحدث أكثر حول هذه تفاصيل هذه الندوة، معنا أحد المتحدثين بهذه الندوة وهي ميس تيرن ساذرن، وهي متحدثة بندوة الفن والثقافة. سعداء جدا لوجودك معنا على القناة الأولى. نريد أن نتحدث عن جلسة اليوم، ماذا قلت لهم ومن وجهة نظرك ومن وجهة نظر المشاركين، وما هي وجهات النظر الأخرى التي يمكن تطبيقها على الأرض؟ نعم، أعتقد أن الجلسة كانت شيقة جدا، وتحدثنا كثيرا عن دور المحتوى في الإبداع وفي عملية الإبداع. كان هناك الكثير من الشباب وكان هناك الكثير من الشباب لا يستطيعون الوصول إلى بلادهم، وكان في حاجة إلى الاتصال مع المجتمعات في كل أنحاء العالم. وأيضا أعتقد أننا بدأنا في استخدام هذه التكنولوجيا في الإبداع، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وأيضا أصبح هناك صوتا إبداعيا. كانت الجلسة شيقة جدا، ويجب تمكين الشباب من خلال الأدوات الجديدة التي تتاح وهذه المنصات التي أتيحت في خلال الجائحة. أثناء الجلسة، هل كان أحد الشباب المشاركين لديه ما يمكن أن نسميه أفكار ابتكارية؟ أعتقد أن بعض الأفكار كانت أفكار إبداعية وتحمل هذا المفهوم، حيث يستطيع الشباب أن يصلوا لأي مستمعين يحبون التواصل معهم فيما يتعلق بالمحتوى. أعني أي شخص لديه جهاز آيفون مزود بكاميرا يمكن أن يتواصل مع مستمعين ومشاهدين، ويكون لديه شيء أن يقوله، ويمكن أن يحدث فرقا في العالم. هذا يمكن أن يشارك في عمل النشطاء وفي حماية البيئة وفي الأمور الاجتماعية والسياسية. الشباب أصبح لهم صوتا الآن، ولديهم أدوات لكي يكون لديهم إنتاج غزير. الشباب الذين لديهم ثقة يجب أن يشاركوا في عمل المحتوى. شكرا جزيلا لوجودك معنا، أشكرك. كما رأينا يعني ربما بالفعل الحديث عن الفن والثقافة وتسليح أيضا الشباب بالثقة الكافية للتعامل مع الأدوات الجديدة من التحول الرقمي والتطور الرقمي في المجالات العديدة والمجالات المختلفة، وخصوصا الفن. هذا ربما هام أساسي من الندوات وورش العمل الخاصة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. شكرا لكريم ببرس.